بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء المشي في وادي فيل سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام. ليس من الكريم محمد عبد الله راهي الكعبي. من أين الأخ محمد؟ من وادي محظة. من ما شاء الله ولاية محظة. منطقة وادي الحيول. منطقة؟ وادي الحيول. أعطينا نبذة عن هذا الوادي إذا سمحت. والله هذا الوادي يعني مثل الأودية. نعم. توجد فيه أشجار نخيل وأشجار الهمبة. ما شاء الله. مزرعات هنا نعم. توجد فيه الأفلاج. نعم. بعض الحصون القلاع الصغيرة. ما شاء الله. مثل هذا نعم موجود. جميل. هل الناس ما زالوا محافظين على البلدة ولا تاركينها ومنتقلين عنها؟ لا والحمد لله محافظين. محافظين الحمد لله. بعض منهم منتقل عنها. كيف الزراعة معكم؟ زراعة لا بأس بها. نخيل وهذا مهتمين الناس. اي نعم زين. ما أكثر نخيل يعني اللي يزرعوه الناس؟ والله نخيل عندنا هناك تختلف شوي عن باقي النخيل. ايه تفضل. مثل اسمه النغال. النغال موجود معنا. موجود معكم. ايوه تفضل. نوع من اسمه الأنوان. ايش اسمه؟ أنوان أحمر شكله. ايه متى هذا نوبيه وقته؟ هذا نفس بعد النغال وامو؟ بعد النغال هي مباشرة يعني. اها. غير عن الخنيزي هذا يمكن. غير عن الخنيزي، الخنيزي موجود عندنا. ايه نعم. أشكار موجود عندنا. أشكار اها. نعم. اسمه ابو خموس. ابو خموس يعني نوبه من نخيل جيده عندنا. اصفر هذا ولا احمر؟ اصفر 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 ابيض قاعد ما شاء الله جميل. اي نعم اها. والخنيزي موجود. مو عم يسمين عتو ابو خموس دقيق وامو ما عرفت الاسم ولا رطبته قويه؟ رطبته قويه نعم قويه عم ممكن شكل بعد شكل قوي اها نعم قوي. جزاك الله خير. ماذا تقول عن مسار اليوم وبرنامج اليوم؟ والله صراحه مسار يعني طيب والحمد لله يعني استمتعنا بهذا. نعم طيبه والمسار طيب الحمد لله. اي نعم والمكان جميل جدا يعني. نعم جزاك الله خير بارك الله فيك سعدت بالحديث اليوم وفقك.